شوف 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 لي حل حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل شوف لي حل شوف 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 لي حل وسيد كالي البارحة هي هاي ادخل ادخل خويا دي نحشم تجي ادخل بركة خالك سليمان راقد والله يا خرجت من الصباح في الساقع سيدي داود باش يفز لي صار فيه في جرتها الجريدة المحنونة شتعمل واقفة عند راسي؟ ياه! هيا هيا لانوس اللي عملتها في الجريدة. اسمع اسمع اسمع. بمناسبة رأس السنة، الصوت عامل باكاتشينج. واشي؟ يا خويا باش تنور باركينج. يا بنتي هنا باركينج بتاعك. باكاتشينج معناتها بالعربي. شيلة بيلة يا أبو العيلة. قل لي أنت. كان عييت من الوقفة، أتو خلي لك بلاستي راه. كلا ولا مرتاح نيكي هيك خير سليمان ربي عايشك. كلثوم برا برا حضرنا الفطور أنا جايينا وميرسي على الجريدة. إي واش فيه آخر الباكاجينغ هذايا نتاعك؟ شو فيه دي سوان، مكياج، مشطة ودي كادو سيربريز. تعرف هذوما الكل بقداش؟ ب 69 دينار و 800. بون. 800 شدت فيهم صحيح مدام جنات. هكا هو ما ناقص كان الكارتة نتاعها خالتك جنات وفنجانها والا قول الشعوذة نتاعها. مالا شنو ما هما الكادو سيربريز؟ ما يقول لك اليونت باش تشوف لها العام الجديد شنو اللي فيه. هكا هو مالا بالنسبة للعام الجاي كمل حط انت صرفت صرفت كمل حط كونسلتاسيون بلاش من عند راجلك سليمان الأبيض. تيا والله فكرة هايلة سلومة بربي فكرني فيها الغذيان جي كان حين ربي يا وجه الخير
وحلى جيتك وحلى عيدك. بسم الله على بنتي. بسم الله يا بابا. حمر فيك بابا فيك فيك نهار طلع. بسم الله على دينك مجنخ كيما ابوك وعلى السعدي هو. سبعون سبعون تي قوم يا جدع قوم يا عزيزي. يعني قمت فهمتك. سبعون تي تعرف اللي غدوة كان حيينا ربي آخر نهار في عام 2008؟ يا عايدة صغيري ما فهمتش انت وانت مقاومتي مش تسهل على تاريخ نهار اليوم. الحصيلو قديكش ذكي يا سبعونتي قديكش فيق يا سبعونتي تهبل. انا قيمتك خاطرني قلت تبارك الله والعام قريب يوفى. عدينا شهية خبتك راهو زعما انا شاهية تبدل الكوش للبيبات. نعم بدل الكوش. اي تبدل الكوش ديما يا انا يا نانا. ايش بيك مرة تعاوننا وتمد معنا يدك و مد يدي سبب ودي انت اللي سبب. انا عندي كليونت في السبا تحكي لي على راجلها كيفاش هو اللي بدل الكوش للبيبي وهو اللي يعمل البيبرون وقت اللي يبكي البيبي هو اللي يقوم له في الليل ويكمل يقرعوا ويرقدوا. اجي قاوري تونسي كيف كيف لطف علي ذاك البنسيرات. لطف عليك مالا شميتة فيك ما فهمش صار يدرس لها. أمان عزوز إيه مش فاهمة بس نشيو خبزة كاتو وبزيت كاكاوية ونعمل عشية قنفوق ونظهر للصباح. تحب الصحيحة البرنامج متاعك هذا ياسر ياسر كبي. على كيفك عزوز كان تحب ساري تربية مش مشكل تتظن مشي النصر محسن فشيكة. تحكي بجدك ولا تفدلك؟ اسمعني نبديش انا تعبه وراقده ونشخر بالنوم ومادة الاربعة باش تظهر بحذايا وتبدا عامك جديد معايا. سلومة وي شوشو اوتيل شحطة بيتش صحة بيتش. اه وي وي صحة بيتش. قل لي وهذايا اللي في التصويرة مولاتو؟ راقصة بوليفية. اه يا اخي ولا واش تحكيفنا غادي؟ بربي وين عايش؟ الرقص الشرقي راهو موجود في العالم اجمع. اه اي الحمد لله كي ولينا نوثقوا في حاجة ثقافية مع البترول. ايوه وهذا الكل علاش؟ مهما عاملين باكاتشينك هو ما زادا. شوشو اقرا العشاء منيو فرونسي والسهريه مع المع نجوم الطرب ومع فرقه الاذاعه والتلفزه والمبيته في الاوتيل ومغوديك الصباح فما بغانش. تعرف هذا الكل بقداش؟ بقداش؟ 80 دينار بار بيرسون. اسمع يا مدام زينب انا ب80 دينار نعمل سهرية راس العام في داري بعشاء عربي ومع الإذاعة والتلفزة برامجها الكل مش مع الفرقة برك ونزيد نفضل. شو سلومة تينا على الجو شو وكانك على الفلوس توا أنا خلص. اي والبنات تي فاطومة عندها سيني كلوب عاملين بروجيكسيون حتى للصباح واماني ليله كامله تخدم في السونتر دابي. ها بون بلا يقول لي زينب تو الرقصه هذيا
ما تتكلم كان بالبوليفي نقصد بالإسبانيول. معناها موافقة؟ والله على خاطرك راه زينب راه. يا أنفا سهري يا راس راس أنا وياك. قديش عندي ونستنى فيها الحدث. شو سلومة تنمشي أنا البير ونعمل غزيغفاسيون مغادي ومغدويكا نقصدو ربي. أوه أسمع يا بنت مامي، مش خاطر أنت باش تخلص معناتها أنت تعمل ريزيرفاسيون. محلاني أنا توا ناقف قدام ريسبسيون ونقول لهم بربي ريزيرفاسيون تاع مشي مدام زينب. باهي باهي توتلي فاسون ارتاح لي، ما يسالش اعمل أنت ريزيرفاسيون مسيو لافيو. أيوه أيوه الفلوس. شنو تحب تاخذهم من توا؟ خايف لنجيك قدام الريسبسيون ونكيكس؟ لا لا زينب نسأل وبرك هاو. يا راجل يا راجل انسى شويه الفلوس وخمم في الجو اللي باش نعملوه انا وياك راس راس. صباح الخير. صباح الخير امي. صباح الخير بابا. شنو احوالك؟ الحمد لله. قولوا لي اش تحبوا تتعشاو غدوه؟ نعملوا دجاجه محشيه ولا حوت في الكوش؟ انت الشيء امي اللي تراس على حنتي يا عم. شو مي فضيله ما يسالش اعمل شهوتك انت، خاطر انا وسلومه ماشيين باش نعديو الريفيون في اوتيل. ونحن ماشيين معاكم. شو عزيزتي السهريه هذه نتاع كبار ماشي انا وبكم وحدنا. السهريه نتاع كبار علاش ماكمش هزين معاكم ميامي؟ يعيش لي بنيتي ديما تخمم عليا. لا لا يا امي والله لا، قلت انا وزينب للريفيون ما هو جوك هكا. يا لطيف اللطف، فما حد يلقى الزهو وتربي يقول هذا مش جوي؟ زينب زينب تصب لي شويه قهوه. اي بيان سور. امي فضيله سليمان راهو يقصد بالك شي تمشي تقلق وحدك معانا في الاوتيل. توا انتوما سالتوها وهي قالت لكم ليه توا نقلق. انتي كمل فطورك بالساكته هكا هو اللي يعطي رايه في الدار يكل على راسه. نمشي نرجع نرقد احسن لي روينا. يا ماما يا اخي فطومه اش عندها قالت هي؟ كانت تحب تعرفها اش قالت؟ اخت عليها البيت. سامحوني عندي من لحظة، كي انتوما ما خممتوش فيا باش تهزوني معاكم، البنيات مسكنا تفجيو وتفشوا غيظكم فيهم. أنت من؟ أم توشة. مش فيك أم توشة؟ يا والحوالي يا والحوالي، لبسنا عليك؟ نوك تلزوم اليوم ماما تبين السببا سببا وبالكل زيت ماما لباسة كلثوم برعم طرف زهر وسكر. ماما دوشة قلاش من طبع السكر تحبي فيه الزهر متاعك؟ ما عنديش زهر يا كلثوم. مشيتي توا تحكي لي حيرتني راهو. ما يسالش يا دوشة احكي احكي هاني مانيش قاعد نسمع فيك. ها سليمان يعايشك. باهي عطاو نكمل قهوتي في الكوجينة. ما جو نو با بلو خليني نبكي شوية. فيسع 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 مت 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 اشرب شوية اشرب. ميرسي كلثوم. اشرب جنب على الجوزة مني. صباح الخير. صباح الخير. ها شغلك فوجيك؟ باهي يا سي صباحي حاضر يا خويا. عطاو نعملوا فيها سهريه خبزه جاتو ومشروب وعشاء وكلزم نجيبوا راقصه. اما شركه. اوكي هاكم بعضنا مثلا. صباحي ما فهمتنيش. شركه معناتها المصروف نقسموه شطاره، انت تدفع بايتك وانا ندفع باي. شو معناتها خلص فلوس؟ بالطبيعه
بين الرقصة نحيا. مش بكبشت في حكاية الرقصة، تي حكاية جات في مساق حديث. بربي أسبوعي شبيك ديما منتف يا أخي، خوك مش قاعد يعطي فيك في البريم دوروندمون. بريم جو دوروندمون باهي والترازيام موا نسمع بيسمعون. لا ياسر هات أسبوعي، لا بصراحة ياسر أنا في بلاستيك، هذا حقك كيجي تمشي تطالب بحقك. حقي معناتها خلصني فيه؟ اي وبالقانون زاد. اما تمشيش تقول اللي انا حمشتك. ليه؟ فجيك طنة تلعب وكان يصبني على راسي، ممكن حاط المحل هذا راس الميزي. يا ما طول عمره هاو جاي باجي. انت وينك مجبور؟ ساعتها وكنت بباصي فيك. ها؟ نعم؟ كنت نحكي عليك. تسبيك يا باجي متغشش، تي صاحبك يفدلك معاك. ما عيني فدليك، اللي صار لي صباح يكفيني. شنو بالموش؟ المطعم عطاتك على راسك صباح. هاك قلتها، الكل منها هي. ها تحب تعدي الريفيون في دارهم. نستني في الكاسك، يا اخي وقفني البوليس، قال لي ماك تعرف لباس الخوذه اجباري. قلت له سامحني راني نسيتها. لا سامحني منك باجي، هذه غلطتك، لا نسيت الكاسك وتكمل تنسى الخوذه. تشبيك يا اسبوعي، الخوذه معناتها كاسك بالدارجه، كمل كمل. هي ما تخوذت على راسي. ريت كي تجي تمس كاسك، روح راسك لاباس. تسيبوا يا اسبوعي، تي صاحبك غرق وتجي تكمل عليه، ايش عمل لك؟ قال لي عندك اختي، بعد نحاول فيه، هبطت له صحري وبعري شيء. قال يا اخويا نخدم في خدمتي والاختية لازم منها. قد ايه خطاك؟ ايه ترى خمسة يوميات. مرسي عليك. سيب عليك. قال لك مرسي عليك. نار على صبيحه يا مزبوش. جاي عاد ماما احكي لي. بو كلمني على الصباح حتومتي. حاتم الفيونسي جديد متاعي، ولا قال لي البرنامج اللي عملناه الغدوه للريفيون كله ولا غالب طاح في الماء، وانا اللعب بكل شيء اللغلة صف الريفيون سي سكريزي نوبه. وهو شبيه اعطى على ساقيه؟ نقصد بطل البرنامج؟ نو اختي فضيلة، هو سيت وما هو شيف سيرفيس في السبيطار. قال لي ليلة غدوة ليلة الريفيون يحب يعديها بيرمانونس في الإسعاف. كل يدي يا عادة، هذه حاجة هيلة ياسر. ماك تعرف ليلة الريفيون الناس الكل تجري تحب تخلط لولا للوتيل، ومن بعد يتجاراو باش يخلطوا لولانين لديارو. مي سان فابا زينوبة، وين الريفيون تاعي؟ وعليه ما تعديهاش معاها في الإسعاف تربح من جرتو ثمي. الله غالب وما دوش كيما يقول سيدي داود، مكتوب على جبين توقف قدام المرايه تقراه بالمقلوب. يقلب صليختك انت يا سيدك داود. برا ما تقديش برا. قد تطلع شكون عرض اليوم؟ شكون؟ جمال صاحب شكيب ويسلم عليك. يسلمك ويسلمه. اش يحكي؟ لا شيء، وصلني راح عشتين الاولى نسيتها. والثانية قال لي ماشي هو وصحابه باش يعديو صهريت راس العام في الحمامات. صح عليهم. تعرف سبعون شكيب مسكين عنده برونشيت قوية، تحب له جمعة في الفرش. إيه تقول لي هذاك علاش مش ماشي مع صحابه؟ ليه عاد؟ يا أخي كي ما تجيش مريض أنا نخليه يسهر مع صحابه. راهو ساهر بحذانا وماما في الدار. صحيت فكرت وصلي جمال باش ما نجبدش قدامك حكيت صهريت في الحمامات. وا زعما علاش؟ زعما برونشيت بالمنجد؟ تقول انت زعما شكيب عم نروحو مريض بالعاني باش يفلت مع صحابو؟ اي وهذاك علاش صاحبو وساك باش ما تحكيليش؟ وانا حكيت لك شكيب ربي معاه. تو بعد الخدمه نمشي نطلع عليه في دارهم ونشوفو مريض بالمنجد ولا لا. مريض ولا مش نزل على الترمومتر؟ ليه؟ انا كي نغزر له في عينيه نفيق بيه. ومسكين شكيب كان يطلع ما عندوش برونشيت الا ما نعمل له تلقيحه على برشا حاجات. وانت وين السهريه؟
أنا عندي زوج صاريات، يا أما صارية جينيا مع زوجتي ونناتها، وإلا صارية الأخرى أقل شوية جينيا مع فوشيكا، أما حتى ترقد عطسة وخد جنان. صباح الخير دلندا. صباح الخير دكتور. باقي أنت في حكايتك الفارغة، صوتك يلعلع حتى الفم البلاص. علاش باش تحبني نحكي في البريب ولا التريزيام مواني يزمك تعطيهم لي؟ شو شنو؟ انت يا اسبوعي كي نجي ونحسبه ما خدمتش شهر كامل في العام، هذا اذا ما حسبتش بيان سور الفصعات نتاعك اللي انا ما في باليش بيهم. نهار اللي تولي تخدم 12 شهر كاملين وقتها نحكيه في الموضوع. دلندا من فضلك عايشك تطلب لي لوتين هدايا؟ حاضر دكتور. والبريم؟ بريم بريم تاع شنو؟ بريم قلت لك بريم تاع شنو؟ بريم روندمون. روندمون الله يتوليك يا اسبوعي. تعرف حقك انت تعطيني بريم على الروندمون نتاعك، ومنين تعرفها انت كلمه روندمون؟ نسمع بها. وش معناها روندمون؟ الروس بتاعي اللي يزمك ترونديوم لي. وفيما يخص البريم زادة، نهارة اللي تتعلم مش معناتها روندومو وتطبقه ارجع لي نحكيه. دلندا وين كنا احنا؟ في الوتيل. في الوتيل؟ اللي باش نطلبه لك. شو دلندا كلمهم وعمل لي ريزيرفاسيون للريفيون بور ان كوبل، انا والمدام بيان سور. غليش صاريت لدرس العام في اوتيل؟ وعلا تسأل؟ لا حبيت نشوف قداش قبضت بريم وتريزيام موا باش تخلصها. اسمع اسبوعي، تيتوا خير لك. ريتو دادو ريتا خليني نمشي نشوف اموري، على الاقل نكلم صاحبتي نوره، هذيك 100% راهي عامله برنامج للريفيون. معناها ما عينكش تسهر معاي؟ سمحني يا اختي فضيله، عاده في العمر هذا واحد هكا يعدي ريفيون كبي، انا جامي عمري بالعمر ما عديت سان سيلفستر في دار ما هو الحق. الله غالب وخيتي على راحتك. يعيشك اختي فضيله ويا خوب خاطرك. قل لي اختي دوجه، انت كي شاهي تعدي سهريه في الوتي علاش ما تمشيش مع سليمان وزينوبه؟ اش خاصني؟ اما ما عينيش باش نمشي معاهم وحدي. شكون قال وحدك؟ ها؟ نجا معايا تندبر عليك اش تعمل؟ ويييي اسكت. ميرسي سي موتيع. صار انت ولد مولا لوتيلا؟ نتشرفوا سيدي. ملي عاد ما نوصيكش على الدكتور والمدام نتاعو. يعيشك. باهي في الامان. دادو قول دادو نجمش هنا غدوة صباح نسلفك حق سهرية راس العام. وحدك يا دادو يتعبونا وتضطر. والله حشمتني كل مرة نسلف لعندك وأنا ما رجعتلكش من لي مزرق. ما يصيرش سبعون ما بيناتناش. عاد قديش برشا راهي العزبة ولاد صدق. تجيبيك راه قربت 50,000. لا يجيو بالضبط من غير ما نحسبوا فلوس غدوة 463 دينار و500. ما انا خليك كيما قلت انت ما بيناتيش خير. دلندا عملت لي ريزيرفاسيون؟ اي دكتور، سالتهم زاد على سوان بليزالك وكيما قلت لي والبيسين نتاعهم مغطيه. سي بيان، باش هكاك ما ننساش المايو بتاعي. ما تنساش الشومبرير ما تغرقش. شنو حتى يولي مخي معبي برصاص كيفك باش نغرق في بيسين كوفيرت؟ حقا دكتور. وي كي توصل غادي يسال على سيموتيا او كوسيتو عليك وعلى مدام زينب زيد. تحترمي ها؟
والله دلندا لو كان ما جاتش فما حواجز ثقافية واجتماعية ولا بريتو علاش واحد ما يهزش الكاتبة نتاعو لسهرية ليلة راس العام. عاد يهز خور الكاتب نتاعو خير ما فماش حواجز. تعرف أنت لو كان ما جاتش فما حواجز عائلية راك ما عادش الكاتب نتاعي من وين؟ ريتو تاتو ريتو تتهنى زينوبتي ما شيري بيتي خلاص على روح ونوعدكم ما ندورش بيكم في جور كامل الوغ لا كان وقت العشاء امانك نقعد معكم في الطاوله وراس بنتي سي برومي. تي ماما حبيت مره مره في عمري نعدي الغيفيون راسي راس راجلي اون اموغو. عسل اون اموغو خارجه من فمك. شو زينوبتي انت وراجلك تبارك الله عليكم مازلتوا فيف لا جونيس وبقدرة ربي مازال قدامكم قديش من ريفيون. اما شو وصاتني ميمتك في العمر هذا الريفيون اللي نعديه معاكم نربحوا ولا ليه انتو ما تربحوه؟ ماما على باس يخش بيك ولي تتحدث كيومي فضيلة. نو ما شيري جوست هكا كاني عندي دي بريم صغيرة هكا حتومتي ديوغ ما عادش باش نتربش بيه حاتم توكور. تعرفني زينوبتي من نتفرهد ونحس روحي بكذا كان كي نكون معاك. يا ماما قداش كلامك مينيون. زينوبتي ما عادش نقولوها مينيون نقولو ميمي كي قد الملح ليموريست كو جادور. اما شو يلزمني نخمم كيفاش باش نجبد الحكايه لسليمان. اه تحبش ندبر عليك شو تقول له باش يرضى؟ بون قل له نهزوا امه فضيله معانا. ما ايكوت موا بيان زينوبتي بروميرمون انا باش نقعد معاه وانتوما تبداو على راحتكم وماك تعرفوا قدام ميمتو عمرو ما يقول لا. اي تفضل سيدي تفضل 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 اقعد. قلت لي سي أسامة. سي سا سي أسامة مرحبا بك. شو اللي مقلقك سيدي؟ قل لي ساعة دكتور وي أنت عامل ريجيم؟ ريجيم؟ علاه هذا كل ظهر عليا؟ نقصد الريجيم تاع الكنام. كنام؟ لا 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 ما زلت مش مشكل. سامحني دكتور نحب نسأل حاجة أخرى. شوف يا سي أسامة أنا الطبيب اللي نسأل ماهوش الباسيون. لا جوست هكا حبيت نعرف حاجة دكتور باش نرتاح لك أكثر. ما يا سيدي تفضل اسأل. دكتور أنت فيرجة؟ شنو؟ على خاطر أنا بواسون دكتور وما نتفهمش أنا والفيرج. لا يا سي أسامة ديزولي أنا ليون والأسندون تاعي نمر. يظهر فيك مغروم ياسر أنت بحظك اليوم حتى هي زادة الميسرة متاعكم هالأيامات راس عام والله كنت تشوفوا أنتم فيكم هون. أما اللي ما يتقصاوش هما جماعة الكارتة وقريان الفنجان والكف وضرب الخفيف اللطف. الهوروسكوب هو خريطة الطريق متاع حياتنا دكتور كما يقول نوستراداموس الدنيا هذه كدلاعة كل حد وبرجه. شو عايش ولدي أنا راني نمن كان بالعلم والشي اللي قريته في المكتب وانتي كما مغروم ياسر بحظك اليوم علاه جاي لبسيكوتيرابوت؟ خذ اقرا دكتور شوف اش مكتوب غادي دكتور البواسون متاعب نفسية في الطريق يلزمني نشوف طبيب نفساني. ايا باهي كي ولا حظك اليوم يعمل في البوب للطب. تراب ربي نشوف انا الاسدك هكاك حب التلاع راهو برا. الاسد مفاجآت بالجملة كي الباكيج هذي. زعما شنو بربي هالمفاجآت؟ استنى دكتور النهار مازال طويل. ايه هاني نستنى حتى انا حقا جيتك زاد دكتور باش نستشيرك في برشا حاجات نحب نعملهم عام 2009.
وفق العادة، وكما يقولوا الفرنسيس لي بون ريزوليسيون. اي انا قررت باش نبطل الشيشة. هاي ليسك. وقررت زادة باش نولي نقول عارفي. لا باهي ساعة ساعة شوية جاعة ما فيها بس. مش حكاية شجاعة دكتور، اما الشهر الجاي يظهر لي دكتور، يظهر لي باش نترسم. هذيك حاجة أخرى عاد سي أسامة، وقتها مجبور باش تقول له إيه لعرفك. مالا دكتور مرتي يلزم نقول لها إيه؟ ناوية باش ترسمك يا زادة؟ باش تهبلني مرتي يا دكتور، باش تدخلني بعضي. عدت لي جمعة كاملة تمرش فيها على الريفيون. تعرف وين تحب تعديها؟ في أوتيل. قول لها لا، وشد صحيحة؟ عادي في دارك الريفيون قدام الاذاعه والتلفزه برامجها الكل، مش بفرقتها برك، وتاكل وتجرب وتزيد. تفضل تفضل منهم 80 دينار. قالوا 80 دينار راس راس في اوتيل، زعمك الرقصه بالحق من بوليفيا دكتور. اوي لاباس. لاباس شبيني لحط عليا حاجه. أختي زينب عيت لي. هي تفضل عزة أقعد أقعد. شو عزة، ما في بالك اللي أنا وسليمان ماشيين باش نعديو الريفيون في أوتيل، وأمي فضيلة وماما ماشيين معانا زادة. في علمي عالتوا بالمسلط كانت بحذايا ناناتك وقالت لي اللي هي غدوة مش جاية. قال شنو تعبة. عادينا حبيت نوصيك على السنتر في غيابي. يا أختي زينب يعيشك. أنا نشكرك نشكرك على الثقة متاعك اللي حطيتها فيا. أما علاش ما توصيش مريم مش خيرة؟ هكا عزة توا بربي شكون اللي أقرب لي، أنتي ولا مريم؟ ليه أختي زينب مش على حاجة؟ ما هنا أنا منبوزة كيفاش أنا وأسبوعي ماشيين معاها وهي اللي نعم؟ ماشيين معانا؟ ليه؟ مع أمي فضيلة. ما هي خلصت علينا انا واسبوعي ونونا. ما بتعرفها قديش قديده وقديش كبيده وتموت على الفرنك. لحبة تتخلص بلاصتها ولحبة تشد لنا التوامه. ما تقوليش زاد اللي امي فضيله بتزي تكمل تخلص على التوامه. ليه؟ ما هم التوامه ما يخلصوش. وليت انا قلت برا نهزهم معانا، منا نتلموا عائله كامله ومنا نعملوا الجو اختي زينب. مشكلة. اي صبروا شي اي اي سبع الفزدة ددو سيدي خويا مازال معك اليوم؟ اي عليه؟ لا لا صبروش باش يكلم ولد عمو مسكين وليد، وشكون يعرف على الدنيا كي؟ سامحني اسبوعي ما نجمش حتى تسال خوك. انطلق شوف. مازال غاتس معك اليوم، خليه يطلبها. تي شنيا كان فماش نمشي، مش مشكل راهو فهمت؟ فما صبروش يا خويا اطلب 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 وانا نتحمل المسؤولية. شنيا شنو اش فما اش بيكم؟ اي في الامان دكتور. قلت لك شي اللي الابراج ما تغلطش؟ مفاجآت وبالجملة زادة. سي أسامة 40 دينار. تحياتي يا دكتور سلمان. مش كنت تعمل بالتليفون؟ انا تليفون. انطق. بكل امانه دكتور سلمان انا شبروش عندي ولد عمي حبيت نكلمه، ما عنديش بحيم في الكرتسيم. جا سي اسبوعي قال لي تنجم تتكلم فقط. وين يعيش هذا ولد عمك؟ حسني يعيش في بر الامريكان وبالتحديد في الشيكاغو. يا سي صار ولد عمك في الشيكاغو؟ شبيك ما في بالكش انت؟ ما تنسانيش يا مان تبرش. شنو ما نساكش انت راك ساكن في جبيني وراك نور عيني وصديقي، فهمت كيفاش؟ وبعد مده باش يولي يعبر والكلنا باش نوليو الزبست. وش عمل هذا ولد عمك؟ يا اخي دكتور سلمان ما تعرفوش؟ اسمه حسين باراك اوباما. ان شاء الله بركه ما يخيبش ظنك هذا ولد عمك. حسني نيفر. عرفت علاش دكتوره؟ علاه؟ على خاطر يس ويكان. يس ويكان. اي هذيك هي دكتور. باهي سي شبروش عليك بالتاكسيفون. امان هكا اسبوعي اي مالا رجع لي بحيمي.
رجع لي بحيم خنحطه في الكارتسين. لحلح هاي بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. لحلح هاي او النعيم او حقك دكتور. شو شنو وليت تبزنس بالتليفون متاع بيرويا ومع السي شبروش؟ قوم له دكتور قوم. دلندا بالكك دلندا يا دلندا بالكاكا. يفضلك يا دكتور يا بربي بربي يا دكتور سامحوا راس عام. باهي دلندا مسامحوا على خاطرك.
حقا دكتور شنو حكيت المفاجئات؟ شفت يا دولندا شفت؟ زينب توا عملت لي تليفون قالت لي ماشي معانا انا وياها للوتين قالتك دوجة وزوز بيبيات وعزة وامي واسبوعي حق اسبوعي عايش ايش اخويا عايش ايش نحضروا روحنا عاد ليلة الريفيون للمشي اللوتيل بابا ايش ايش باش نوصيك ايش ايش ادخل اه صباح الخير شنو خرجت على الجاري نجي للوتيل هذاك علاش مش قاعد تشوفيك في البلاص شوف بالرغم اللي انا متغش عليك ومتنرفز عليك باش تخليني نعدي ريفيو وحدي اما ما يسالش بصحتك يا صاحبي صباح الخير يا باجي يا باجي شبيك هالبوستاجي يقول صح عليهم نعملني يدي خير كي منعملك تعرف ايش معناتها واحد يعطي تريحه الموظف اثناء القيام بعمله هو زاد جاي يبيع في اليوميات ناقص وانا لا لا باجي سامحني ما عجبتنيش انت اليوم كانك صبح على اعصابك تيماني البارح حكيت للمراه على سليمان ماشي يعدي في ريفيون هو وعيته في الوتيل غرز هي نورمال نورمال وكمل حكايه عاد نساني في الكاسكا اتعاركنا هزت وده مش هتخذ بالها في دربوا في خير نعم لا نقصد معناتها اش باش تعمل تو باجي باش ترسيب كيف انا تعدي ريفيون وحدك سميت ريحة الماكلة من قبيلة نشم في ريحة الحريق أنا نكذب في روحي نورمال أنا هبت نشم شيء نورمال الموتور سخن تو يبرد ونصلحها تعليش شعللتها سليمان عبد شوف مش ربي قل لي انت يا سي عم الشيفور شنو اللي ترى فيه نورمال من قبيل الدخان طالع تقول لي نورمال نورمال يا ودي شو نورمال هالميني بيس بتاعك بلعت الكيران هذا ما مرهم ما يبلعوا هذا ما موديل قديم يا ليش ما عادش يصنعوا منهم على خاطر ما يخلصهمش يتلقاه الحكام المزود نورمال نورمال عم نورمال سمعني هل كبوت خلينا نعمل نطلع اسمع 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 انت يا سيتوس حكمه تهاب كبوت بحوايجك واطلع اقعد تحت امك ما يقعدش تحت امك انا الكل نهبتي سمي اختي فضيله هيا نشوف نقلعوا طرف كليل اخضر هنا كليل اخضر اختي فضيله يعيشك ما نجمش لك صبات الفراد نغطس هكا والفورير والحوايج السنين في الطبيعي كمان امي فضيله استنى استنى نحكي معاك بشويه نحب نجمع شويه خبيزه عندي برشا شهيتها عايش بدي مش قايل خبيزه يا اخي فما كوش هكا محلوله في الخلاء أوه ماما الخبيزة لو نوع من الزبينار قالوا الزبينار بيان سور باش نخلطوا مرقة خضرة كاين خلطنا صلحتش يا كار كارا يا ربي عليه ما خذيتش هنا كارا بالوكاسيون عليه شكرا ديجا شو أمي فضيلة عيدة مشي بسم بابا هلي
ما بنها محلي الخضار أمي فضيلة يجب كان شديت ويا رب كان شديت راني مش مشتو انا فتي بيبي فتي بيبي انا فتا دوجا نعيشكم مسكت شوية شنو ماما ما نجمش سكتها ماما Il me manque vite ça, voilà. Bien, c'est pas tenu, Christian Dior, t'es. قلت لك تو نصلحها نورمال الموتور في الدخن يظهر لي احنا هما اللي فدينا وبجاه ربي يا سماك ربي كلمة نورمال ما عادش تعودها نورمال يا أمي أمي شنو هذا؟ اش فيها شوية زريعة زريعة؟ هكا تو داخلين اللوتيل بالكليل والزعتر والسلق والخبزة ايش بيه تو نخليوها في الكار لا لا يا أمي عايش كهات هات هات طول تلابيهم أنا وطول نحطهم في الماء هات هات خويا سليمان هنيني على الخبيزة باهي نعمل بيها سلطة وطبيخة ونذوقك منهم رد بالك على روحك عاد عطا عطا زي بك سي يوم ياكم حطيتو في المال يعطيك أي يا عم الشيفور عنده شنو عنده وسبوعي وينه ما يحب على ستوب أتو يخلط علينا في ستوب أنت يا اللي تسوق يقف اسبوعي وانت يجري ورانا بسالش يا امي خليه يجري باهي له الجري خليه يذوب Oh, my God.
هاي يا أمي، ما قلت لي يقف تحب تشوف الحناية؟ هاهم الحناية الكل قدامك. مطلهم يخلق ربي. خويا سليمان قدوم ياسر هذوما. هذوك محسوب عندهم 100 سنين. سيدي خويا جيجي أمرهم قد عمرو قد يدوج. يزي يزي أحسن. خويا سليمان شبيهم مش كاملين. المقاول قدم الفلوس وبصع. ليلى يظل البني مخشوش. يا ولادي يفهموا يفهموا، هذوكم أصلهم الأصيل من وقت الرومان، كانوا يجبدوا الماء من زغوان. تقول لي السناد بتاع الرومان. يعطيك الصحة، السناد بتاع وقتها. سيدي خويا بربي سمعني، اش بيهم الرومان؟ تو هكا يبنيو الأزهار بتاعهم بعيد على تونس. يا أخي ما تعرفش معناها أنت أثار. بجاه ربي عايش خويا ديماري ديماري. ديماري ياسر. ياسر ياسر. شوية لطف على أمي شوي أمي فضيلة. آمين. معايا صابرة أي بيه. أي خدي دوت أي أي أختي زينة بعد خلطة يا رامي. عزة رد بالك، رد بالك من الهواء على البيبيات. يا سيدي هاكم وصلتوا صح سلامات نورمال. وصلنا داكور. أما صح سلامات ما ظهرني. قل لي يا عم الشيفور، تو انت اون برانسيب وقت اللي توصلك ليونات للوتيل ها تبدا خالص من مالها؟ خالص من عند الوتيل. أما سيرمون الكليونات راهم شيخينك بالبوربوار. لا فما كليونات عسل يشيخوني بوربوار إلا التوريست. التوريست ما يجيو كل شيء خالص من غادي، ما يعطيو شيء. البلوشي عندهم بلوش. تري بيان، حتى انا توريست زاد. امي سامحني، هاني باش نمشي نتفقد حكايه الريزرفاسيون. ها سليمان، الكليل والخبيزه نتاعي والزعتر وينهم؟ اي اي امي بيان سور توت سويت. اسمعي اختي زينب، وين الكليل والزعتر والخبيزه والسلق نتاع امي؟ انا كليل ولا زعتر ولا خبيزه؟ والله لكليتهم. والله لكليتهم. شفت يا امي شفت؟ يزي بالشوف بشفالي يزي. هاك ريت هذي 10 عملة ومازلنا متخلناش اللوتيل. استنى اني جاي معاه. تسكر عم نورمال طبت معي باش مام. انتو ما كيت توريست ولا كيت تاكسيفون، ما تحط ريش فوس بوربوار. يدي راسي ما نحركاش، برهبت بقاشك. اي كمل هبك في اللي جيت وتو نعيطوا الباجاجيست نتاع الوتيل يدخلوا. هاي يا جماعه ملاي، هاي ندخلوا، هاي عزوز زي امي. هاي هاي سمعني ببر برقاو كمل. هاي 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 عزوز زي دخلت علينا الدبش. لا يا خويا سامحني ماهيش خدمة، أنا باجاجيست، نجم تدخل للريسبسيون تسأل عليه. وأنت إيش تعملوا لي؟ أنا نخدم في الباب، نحل ونسكر. العباد الكل تاعنا راهم داخلين خارجين. Thank you.
مولودة؟ دي بالطبيعة يا زينب. سيدي خويا ما تنساش عاد باش تعمرني فيشتي. وانتي ما تنساش باش تهبط لي فليشتي. تتعنى. خويا سامحني. أهلا وسهلا. بربي السيد اللي طلع الباجاجيست البيوت. باجاجيست البيوت؟ تقصد لي باجاج. واضح. توت سويت. بون. هاي. هاي يا سيدي. هذوما الفيشات نتاع الجماعة الكل. توم بعد يتعداوا لك بالواحد بالواحد يصحوا لك ويعطيوك بطاقاتهم. هاي الياسر. بالله نجمش نعرف النوامر بتاع البيوت. وي بيان سور. يمشي. حط باش انا وبرا نجيب الاخرين. امشي امشي تو جيب الاخرين. سيدي خويا. وي. سيد باش. تري تري بيان يعطيك الصحة. ما لاساش نستناو هاي نمشيو. عزة. ان شاء الله البيبيات ما تعبوش. ها ليه بالعكس خويا سليمان باش يطيروا بالفرحه. يا قنوتي يا قنوتي يا قنوتي. سامحني خويا. وي. البيسين ويني؟ البرا بحدا شناك. علاش يا اخي ماهيش مغطيه؟ اي فشتين غطيوها باش. شنو باش؟ لا لا نحكي على البيسين كوفيرت. بيسين لا ما عندناش. كيفاه خويا عندكم تلاسو وما عندكمش بيسين كوفيرت؟ شكون قال لك حتى تلاسو ما عندناش؟ تياكم قلت له السكرتير نتاعي اللي تعملوا ديسوان باللي زالك. صرايا تحكي على ليسوان. انا ماشي في بالي تحكي على ليزالك اللي خرجوه من الموجه في الشتاء. شو ليزالك يخرجوه من الموجه في الشتاء؟ اش باش نعمل بيهم؟ كان شي طاجين سبناخ. والله حتى انا قلت اش باش تعملوا بيهم انتم؟ هاو كمان مره صبتين قطفوا. سيدي خويا كيزمو قول لهم علي وصيتني. مي بيان سور تري تري بيان. ليت زنجم ترمال توا تهزوا الفليجات نتاعكم وتاخذوا خدام الريسبسيون تعطيو النمر بطاقه التعريف وبالنسبه للمعرفين الصديق. ولا دفتر العائلي. يعطيك اسبوعي بالله فكرتني في المصايف. مصايف وهاللمة هذه شنية لله؟ مؤتمر علمي. سيدي خويا تفضل. سي باراغراف كان واحد شنو هو؟ تشبيك تهدري انطق. سيدي صديق دفتر عائلي. شو امي هاكا شد عندك. ها هذه العمله الاولانيه في اللوتيل. يا لوخ سلملم ما فماش مشكلة، خذ بيت باسمك أنت وباسمه، وبيت باسم عزة وزينوبة، والفوق بدلوا البيوت. شبيكم يا أخي وفزت ملاد؟ أنا هكا ريتهم يعملوا في الأفلام. بون لدوجة، تفضل، هاو مفتاح بيتك أنت وأمي. عليه السلام لك يا اخي ما فماش بيوت سنجل. شكون هاللي مشنقل بسم الله؟ انا هو اللي مشنقل يا امي. سنجل معناتها تحب تقعد في بيت وحدها. امان اختي دوجه ما قصدت حتى شيء يا اختي فضيله، حبيت كل واحده منا تلقى راحتها في بيتها. تفضل لله خذ راحتك. هتو نقعد مع ولدي. وينو؟ توا هكا ماما. يا اخي مش انت اللي شديت صحيح باش امي فضيله تجي معاك؟ انت مش مشكل يا جماعه مش مشكل. حقا هاكا في بيت عزه واسبوعي باش نجيبوا زوج فروشات للبيبيات. استنى ساعه وشكون باش تلاب البيبيات للصاريه؟ اسبوعي ما هو كلم البيبي سيتينغ بتاع الوتيل. شكون هالبوستين زيادة؟ لا هذه دادة خاصة بالوليدات. يا عمي يا عمي شوف في بعض الوتلة ساعات تلقى غشيرة تتلهى بالخشاش. فوالا هاي يا سيدي هاي مفتحكم فليجاتكم وبيوتكم مادام أنا ثبت في حكاية الديني قلع. كراجيست باكاجيست هاي هاي وهذه زادة
أي أي. يا سبوعي وين سيدي خويا؟ اجا هوني اجا اجا. عيطت سيدي خويا؟ لا لا ما عيطتلكش، ناديت لك. قل لي يا اخي، مثبت اللي هبط لي فليجتي من المينيبوس؟ ايه هبطها. وي ملاويني شنو لونها الفريج؟ شنو لونها؟ تتبهلس؟ لونها؟ لونها زرقاء. والله يا سيدي خويا غبط الفريجات اللي في الماء الكل. بقى يا ولدي ما حطيتهاش في الماء المصة، حطيتها وسط المينيبوس. عددي ما قلت لي يا سيدي خويا. ما تهنى ترجع لك. توجي ما قلت لي جي روح بينا. وروح بينا؟ تريد تلبيع؟ يا اسبوعي. يا أمي. 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 هاكا ديجا العملة الثانية هذه في الأوتيل. قداه نمرو هو قداه؟ استنى. ها؟ ألو أهلا خويا، شنو أحوالك؟ يا عي شنو في الثنية؟ باترو فاتيكي؟ يا عي بربي أسمع حقا، بربي سامحني برحمة الوالد والوالدة وبرحمة اللي ماتلك، سامحني اللي ما عطيتكش بوربوار، الله غالب، ساهو. لا يا راجل كيفاه؟ هذا واجب هذا، تعبت معانا والكرهبة وقفت طومبان. لا 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 وخيان وخيان. اسمع مالا هاوكا توا باش نرجعك، منك تجيب لي الفليجة ومني نعطيك البوربوا. ها؟ نورمال نورمال. قل لي خويا السبوعي، ايش ايش؟ هاوكا بابا شو البروبوار اللي باش نعطيه للراجل؟ هاوكا باش نحيو لك من شعريتك. هاي ربي فضلك سيدي خويا. اي جاهوني وين ماشي؟ تقعد تستنى معايا. اختي فضيلة والله ما قصدت شيئا. اسمي سيقي. يا خيتي ايش لزك زيدا تجري بصبط بالقدم؟ هاي سيقي بشويه يا اخي، وينو الباجاجيست؟ ادهش المغبون قاعد يرتاح في الطاقه اللي تحتنا. سيقي حتى هو شاك في كحه. شد قليل الكهرباء وما تنساش هبطلي الفليجة من المال. سيدي خويا مبروك الخدمة الجديدة. ريت علاش حظوظتي تحبلي متهمم في الأوتيل. بسيكو شوفير. وانتي بسيكوبات. اذهب مقدام وجهي. اذهب. قلت. يا سيد بربي سامحني دقيقة. ايجا ايجا. كلم في انا؟ اي كلم فيك انت. انا راني هوني حريف، مانيش لاهي بالباركينج. حريف كيفي كيفك. اوه سامحني. ها سامحني قدم لك روح. اتجاني بوكاز رجل اعمال. لو بروفيسور سليمان لبيض بسيكوثيرابوت واستاذ جامعي سابقا. نتشرفوا. فانا جامعه في جامعه العلوم الانسانيه. اه سي بيان. وانت فانا جامعه قاري. انا قاري خوك في جامعه المنصف باين للعلوم التجاريه. اوه اما المدام تاعي مازال تقرا في الجامعه تعمل تروازيام سيك. فيما يخص لي زفير تعرف شو واحد اسمه سي طيب اكلي عنده تيبو هولدينغ. سي طيب عبد الله خير شكون ما يعرفوش.
هذاك صحيح على قاعده وما يعرفش ترفخ لها وين، اما ما هواش مشلق. بالطبيعه ممكن نقول المثل فيفون كاشي من الفيسك فيفور. تشبينا قاعدين قدام الباب، هيا جيت انفيت تشرب حاجه. لا 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 سامحني عايشك، نستنى في الشيفور بتاع الميني بيوس باش يجيب لي فليجتي. يا هو البورتيه توصلها لك. والله فكره يعطيك الصحه. شو عايش ولدي؟ كي يجي الشيفور ويجيب لي فليجتي خليها لي عندك. ها دكار. لا 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 خلي عندي انا. شد ها قاري لي الكهرباء وما تنساش تهبط لي الفليجه من المال. اوكي صحة لبيبيتي يا ربي صحة. ما غلقوش العام وباش يعدي ورس العام في الوتيل. إيه أنا وبوكم حاسينوا لي نشرفنا باش عدينا 14 عسل. عزوزتي عزوزتي شو 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 باب الشامبو ما شبو وصابون بابو ما فيش ريحة ما منظروا بنين. بربي يا سبوعي كي تنحينا الشامبوان والصابون احنا باش باش نغسلو. ما تخافش عزوزي دوب نعملو التليفون يعاودو يجيبونا. زعما قلت لك تهدى شد شد هذو بحطو في الفاليجة. شو عزوزتي يا صارت فريجيديرة. نسخي بغزينا فريجيديرة ومعبي بالخير. شد حط في الفاليجة حط سبحون تفك علينا مش كان نسألوهم خيرة. افهمي عزوزتي اللي هون الكل متاعنا من الجازوز حتى للريدوات. لا لا الريدوات والمناشف والتلفزة مش متاعنا وزيد كان نسألوهم تقول لك هذو بعبروا ما سكنوا بيوتين. خيس خيس الجازوز. ووو ليش نعملوا سوا وضيق وخبيوخ. ما تخافش عزوزي ما تخافش. برحل برا استنى 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 كان سألوك على الشامبوان ولا على القزوز ولا على الفاكهة ما تقول شيء خليني انا نصرف. برا برا لحماتك شدت الصحيح باش نبدلوا بالبيوت. قلت نبدلوا بالبيوت هكاك انتوما تاخذوا راحتكم. يعيشك امي فضيله. اما على شرط من بعد جيو تهزوا البيبيات انا واختي دوشه باش نعملوا دوليش على البحر. ليه اختي فضيله انا دوليش على البحر فيها الطقس انا تعبه ماذا بيا نرتاح شويه في البيت. اعملها هكاكا تولي تتها دوجه تشد البيبيات وانا وياك نعملوا الدوليشة في البحر. عسى ان شاء الله ما يعملوش برشا حس خاطر بالمنجد تعبه. ليه ما تخافش تتها دوجه بسي كنت مخذو من الكار وركضوا. اسمعي تمشي معانا؟ لا يا امي شو قاعده العب في اللوتين. هيا نبدل حوايجي ونجيك. لا لا اختي دوجه. نعم اختي فضيله. جاب ربي هزيت الصابون والشامبوان من البيت الاخرى جبتهم معانا بيت الحمام نتاعهم فارغه الطنبر. اي الحمد لله عليك يا جاء. تيو صار انت هذه الفريجه بتاع المسيو. ايوه المسيو وينو؟ قاعد لوط. ميرسي عايشك هيت عليك. راني دخت راني تعبت من الطلوع والهبوط. يا دقيقة واحدة. هاي تفضل. اهلا
انتي وينك؟ مع شكون؟ صاحبك جديد. انت مش ترجع بعده؟ جو شسمك انت ولدي؟ اسمه عم بلادي. وانا اسموعي. تحب ترجع بيك مع عم بلادي؟ اي باباي. يبلا يبلا وعم بلادي فيسع فيسع امك تعيط لي برا برا هز اختك وما عادش ترجعوا. تو الجو مش يبدا عاد شيخه شيخه. والله تفرد. تعرف امي فضيله شرحت على عمه في البحر. يا غلبتك تحب تتبنطط؟ ما يسالش خليني نتبنطط. تيجينا البحر في الصيف ومانيش خالط عليه. قولي ليش تحب تعوم للمريو الصوف وكبوت فيها السقنطري؟ شو الببوس ما احلاه؟ يهبل يهبل. بسم الله على ولدي. شكون ضربك يا باب؟ لا لا يا امي حتى شيء. درجي عبد عم طلع تسقط ما شدتش حتى درج. انت لاباسه؟ يا كثر فيا ماني عندي الخفه والرشاقه. هي عملت تك وانا عملت لها ترتق كبريون في الهواء وطلعت واقفه على سقيا. حوتي يا بابا حوتي. صحيتك يا ساسوكي. شو امي قريتوا الباباش كل واحد وما خليتوا ليش؟ لا يا بابا ذوكا فارغين. ما تقوليش ما كريت حتى شيء لتو. تليت نلعب نسيت روحي بالحبل باش نموت بالشر. يا ريت على ولدي. تو نمشي للبيت في ساعه نعمل كسكروت ونجي. عايشك يا امي. وانت تحب شي حاجه؟ لي عايشكم يا فضيله الحمد لله. اسي ليد يس ليد يس. سبعوك هاي تهز تشربني حاجة؟ بيبي صرنا نوصل له باللي قعد بدرجع على الريسبسيون ونرجع لك يا بزبوستي. نعم بابا بزبوستك. عليه ما ريتش روحك كيف فتقت الدرجيحة من بعضها. مش مني درجيحة فجيل. وي تفضل. شد خويا شد. وننصحكم اللي باعكم درجيحة ما تسطلوش اشكيو بيه سقط بربي تصور تكسرت بطفل صغير. لطف عليه شوش بشي يصير بيه. الحمد لله جات بي انا وانا خفيف. خطرت لكم مشاكل عادوا برا يحب لكم مش بشي يصير لكوها.
جازوس ايش تشرب؟ ايش عندكم جازوس؟ تيما جازوس خدتوا جازوس بينا في العطار رفوتين قلوا جو بي جو حاضر يا مدى عنا جيدو رانج فريشك جيدو بانان فريشك وعنا زيدا جيدو فريز فريشك ليه ما نحبوش الفريشك هنا عرفتك الجوك اللي يبدأ في البيبز الصغار هكا دي ذيك اللي يحطوه في التلفزة في البوبيسيتي جيب لي كيفو حاضر يا مدام وليسي يشرب حاجة؟ ما بالي نشرب بالي قهوة عربي سمحني يا مشي القهوة العربي والشيشة غادي بحذينا في الكافي مر ميزيرش وش جو نهزوه معنا؟ لا يا مدام عندهم جو غادي استنى خليني نفهم معاك شنو انتم عندكم جو وهم عندهم قهوة عربي وهم زاد عندهم جو وانتم ما عندكمش قهوة عربي كان ما فهمتش حاجة تنجم تسهل الدار عزوزي بصراحة بنعمل قهوة عربي نعمل راسي ومكمل الشيشة قبل ما يشلق بيا سيدي خويا هاي نمشيو لماما وريا نمشيو شو هذا اختي دوجة؟ بسم الله فجعتني اختي فضيلة ماسك هذيك باش نرتاح قشرت وجهي وحلاش قاعدة وحدك هوني؟ ارتاح مك السفرة اللي دقت قلت لي عظامي البيبيات عاقلين عاقلين ان شاء الله ما يقوموا ليش توا انا جيت باش نعمل كسكروت الاسبوعي بر يا اخي وينو اللي صار بهوني؟ عطو شي وين عنده مشي مشي شبير شو شو عزوزتي نزوي شو ريت اسمع عزوز ناخذ دبوزه ماء ونقسمها اخي يس في البرك عسلامة مدام عسلامة مسيو واه مش انت اللي تسربي غادي وي مدام نخدموني وغادي السكتور هذا الكل طبعني انا شو قلت لي شيشه وقهوه عربي وجود بيبز المدام هكا سامحني خويا بدلنا راينا قلنا ناخذ دبوزه ما نقسموها ما صغيره بربي اوكي مسيو وشيشه كيفاش تحبها جيران ولا تفاح ولا كوكتيل شيشه زاد لا راهو كي تشوف مش مني اما الله غالب نسيت الفلوس في البيت مش مشكل يا مسيو مش لازم تدفع فلوس جوست تحط لي نمر البيت على تيكي وتصح لي وكاو شو ما خلص حبه تخربيش صغيره اعطيكي وكاو كاو عندكم من الاول ما تعرفي يا خويا جيب لك الشيشه والقهوه العربي وشير مرتي تبابس وتبوس تبابس المره زي كبيره عندك خويا وانا زدني جازوزه اوكي تو سويت خويا خويا عيب نشوف بوالي تشرب حاجه ربي يفضلك ممنوع عليه تو سيرفيس خويا خويا قداش الناس مليح تفضل بربي يضرب لي 5000 على الكيس وجيب لي تيكي خربش لك بها علاه مسيو تي بور دي بوار اللي قدي ربي يفضلك جنتي مسيو سخونك عزوز محليك يا تباون تيكي تعبر يد بنتي دوب من نحي الماسك نخلط عليك باهي نوصل كسكروت اسبوعي ونرجع نهز معاك البيبيات فاش قام اختي فضيله كيما وقلنا فما بيبي سيتينغ في الوتيل اتو نكلمهم يبعثوا لنا نونو الوي بربي تنجموا تبعثوا لنا نونو للتويمه اي نعم احنا من طرف دكتور سليمان الابيض ما قلت ليش سبعون سبعون تشبيك خاطر شيء قاطر شيش اوه فجعتني ما قلت ليش كنت جيبها اشتخربش اشتحط النومه متاع البيت القديمة ولا جديدة ما بفعلك يا ذي قلت نحط نمرو بيت سيدي خويا مش يتغشت زادا ولا يتنبس قلت نعملو شوية برستيز والله فكرة يا محليها العرشة هكا خربش 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 بلاش فلوس وكلوا على حساب السهرية شكرا
خالتي نزيدوها جماعة خربيزوني. مش خطي رافع عليها زوجتي. شنو رافية رافية ورافية ورافية. صبهون شبيك؟ يشيش يا اخي اللي شيشوا الكل هكا. صح عليكم. يا عايشك. مسيو سامحني قديش نمرو بيتكم؟ اوكي واسمو سبيكونت. سامحني مسيو تخربش ليوني؟ جنتي مسيو هذه 5000 لوحة دي فيها. ايه مال ربي جنتي تخي جنتي. سامحني مسيو ولا سبعونتي محليك ملا وهر عليك عندك خربشة تكون متاع مديرين. شو تعرف لمياء عمري ما ضحكت في كونسلتاسيون كيف هذه. يظهر لي انا باش نبدل من الكابيني ونولي نخدم في الوتله. حتى انت دكتور عندك اناليس فيها ياسر ذمار. وي افكتيفمون انا نخدم ياسر بالذمار على خاطر بالذمار المعلومه تتعدى خير واسرع. اي باهي ما قلتليش انا توا شو مشكلتي. وي انا المشكله اللي عندي انه ما يعجبني كان الراجل اللي يبدا اكبر مني برشا في العمر. ما مش فاهم علاش. ما تلقاك خاطر تبارك الله عليك انت رزينه وعندك مخ ويعجبك انا الراجل الماتور اللي يبدا رزين وبعقله. اما خساره الرجال هذوما اون جينيرال يبداو معرسين. ابا هاك لبس اليونس ما تقولي زاد انت معرسه. وبالكش انا حطت اليونس باش نظهر اللي انا معرس وقت اللي انا مش معرس. وفيش قام هذا الكل دكتور؟ ومش تفهمنا اللي الصراحه قبل كل شيء. وانتي علاش تحب تعرف؟ على خاطرني نقوبه ونحب نعرف كل شيء. لميا تحب نصارحك
أنا منيش معرش يا لميا. وقتها عاد نجبدك من كل صوريتك ونقول فيها ووه ووه ووه. يا أخي هاني أنا يا أخي عملت حاجة أنا هاني كأيوها الناس قعد. هذا هو؟ هذا يا صاحبك الجديد اللي تعرفت عليه؟ ليه يا زينب؟ هذا مرته، هذه يا مرته. أنا نقدم لك زينب مرتي أنا، وهذه كمية. لميا أنت مش لميا؟ أوه تيان تيان معرفة طيبة. آه دكتور سبا الحمد لله. زينب نقدم لك ستي جاني رجلها. ستي جاني نقدم لك زينب مرتي أنا. يلا أشرقت الأنوار ونعم الأسامي. عسلامة زينب. وين مشي واي؟ وين؟ باش نتعشى. هو يا أخي من توا العشاء. يا أخي من توا العشاء مازال بكري. تخلينا نفرحوا بالمدام ونشربوها حاجة. ميرسي عايشك زينب. هاي عاد نطلع غابش في بدل حواجي نمشي هكا العشاء. هاي قوم قوم زينب قوم. هاي امي تبارك الله عليك تقول ديما بنين صحة الولدي وبالشفاء. يا امي سمعني تعبت خاطر بنين غير كل موجود قطعه ايشي ايشي تفضل حاسك بحاجة؟ خدي دوجة زيد كاس داخل في البندق. لا ميرسي عايش كاس واي. على كيف انا جيب لي الليد بول وصافة قريبة كما تعقبين كاسكروت العدوستي. علاش ما قلتش يا بنيتي راني عملت لك كاسكروت الخبز قعدت في البيت. ليه مش على حاجة أمي فضيلة أما كريت أسبوع ياكل جعتي. بون مالا حطينا نحب ان كلوب ساندويتش. اوكي مدام معناها دو كلوب ساندويتش. فوالا ولا عايشك انا نحب ساندويتش اما من غير كلوب ما تفكريش. امي خوذ خوذ حاجه كل على حسابي. ما تقوليش بيك تفندق في فلوسك. يا امي ما تخافش كل فاميلي تعب تجيب كله على البيت تبع ساريه. ساره جيب لي لوميناظ وكاسكروت. وين زيدني جو مع الكاسكروت. سمعت سمعني جي حاجة أخرى؟ إيه مالا عمل دور على جماعة شوفوا مش يابوا ياخذوا آخر وجيب لي آخر بس لك كلها؟ إيه بالطبيعة مالا دور فيك فرحان بحاجة كبيرة ها؟ يعجبك شي راورة العام حاجة تشبيه ذي في بلوش. جابك ربي هز هاي الرسيت خبيها في الدار أضمن. تبارك الله هاي سمينة الرسيت. مالي التريفيون حطينا وخايتك تشنقت جاب ربي دبرت زوز بنات صنع باش عاونوني. ويش باش تخلصيهم انت؟ لا عداك هيك ياسر مدام زينب باش تخلصهم. أمينة وخايتك الشهرية هي هي. ريتي ريتي نظلوا نجاهدوا من الصباح لليل على زوز صورتي. وهما ياكلوا الحال قوموا يا سهروا في الوتلة. أنا كان جيت الدنيا دنيا راني نخدم معهم بالباقي. هلا غير بهي تصبح على خير تو. تصبح على خير. حقة شوي لنسيت مدام زينب خلت ليك الماس وهذا. ميرسي على تفانيك في الخدمة وهذه البريم تاع راس العام. وإن شاء الله قد ما تزيد الخدمة قد ما نزيدك في الشهرية. الإمضاء مدام زينب. هاي حضرت لك شوية حلقوم في الماس و... هاي تصبح على خير. على خير. أنتم معليش ما تمشيوش توا تتعشيو وين الدوب من هكا نرتاح شوية نخلط عليكم. إن شاء الله لبيت خطي دوجان. استنى أنت وين ماشي أصبر شوية. ولي بيبي خليهم هوني مع نونو. وين تو نمشي لبيتكم كي بيتي لي انا الاصلانيه نرتاح فيها. اي والله فكره اتو نوصلها انا وياك لبيتها. وانا تروس بقرا العشاء بربي. وولادك لشكون باش نخليوهم؟ تا
توا انا وياك نوصلوا خالتك دوجا للبيت وهو يقعد حدا الاولاد حتى تجي داب. والله باش نموت بالجوع راني. يعيش وليدي على خاطري ماني وميمتك. مازال الليل طويل يا وليدي غير ما تقلقش من الماكله برك. هاي اختي دوجاي. هاي مشي. قمت انت دوجاي. نسيس روحك. تستنى شليكتك. هاي. ساقك ما زلت مفصوعة؟ مزيرت كل شيء شيء مع بعض. لطف عليك هاي. اهدى تشدك هاي. ترى اسبوعي بعد كرشك. يا كرشو. سميح. لاباس مدام دوجا؟ تعب شوية. إن شاء الله لاباس. عايش بنتي ما قدمتكمش لبعضكم إنه نوم تاع التوامة هذيا إلى مامو وهذيا ماماتو. نتشرفوا وبيك. تبارك الله عليهم التوامة يقتلوا قديش هم عاقلين ما يتعبوش بالكل. آه صار أنت الدادة اللي بيبي وحدهم في البيت. لا كيفاش هما وبوهم يستنوا فيك. ملا نقولكم إن شاء الله سهرية حلوة وتحفونا. عايش. عايش. تبارك الله عليها محليها ومسرها عسلة. عسلة. اسقوني يعني خالت عليكم. سمعني ما نحبكش تقلق. تتهنى أنا كل ربع ساعة نصب الزيت. تي قصدي نتفقد البيت بتاعي. عاوجيك سي سبوعي. سي سبوعي تهنى مادام انا هوني تهنى عليهم ومش لازم تقعد تتفقد فيهم. باهي تحبش تجيب لك شويه جاتو ولا شويه غله من الصاريه؟ لا تعشيت قبل ما نجي. سمعني دقيقه جيك. حل يا سبوعي لنخلع الباب. وهو اللي يقف بيه. عايش اختي بسجت على الهندي. والله يا اختي والله. جيت نتفقد في الصغار لبس. ريق جين. صدعني بيع عزوزي راهو اللي راس عام راهو. شيل بالك تنساني يا ظالمتني وعامله مغناني. هاي شيل بالك تنساني يا ظالمتني وعامله مغناني. هاي متر 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 دقيقه من فضلك. عسلامة مسيو. صارتي هو. ما تقوليش حوكي وحريري. ماك تعرف الليله اللي ترسع وبرشا حركه وبرشا جو هوني بلوتي. اي اي معقول معقول. قولي سيدي تنجمش تفسر لنا شويه اللي في المنيو؟ لا يا استاذ العشاء تاكد بنين برشا برشا الليله على خاطر عندنا شيف ممتاز. تري تري بيان مالا ناديني للشيف. وعش مر مستني تتعدى عشير الليل وانت حتى شي ما يحلالي يا ظالمتني وعامله مغناني. هاي جيل بالك تنساني يا ظالمتني وعامله مغناني. هاي مرحبا بيكم. وبيك شيف. شيف اسبوعي انا عسلامة جيب. خو دكتور انا محسوب راه مش طرد بيت زاد كله سيدي خويا باش يفرح بينا عاد. سمباتيك. شفت يا امي شفت الفايح راهو عندي قد قد كالروح. سلومة مش كان تسألوا على المنيو؟ اي من فضلك شاف لو كان تعطينا فكرة اش عندكم ماكلة؟ بون في اللونتري عندنا سيمفوني دو فروي دمار. مش نبداو بالغلة؟ تي لا يا امي فضيلة فروي دمار معناها قرنيت صوبيا. نعرفها نعرفها. وبعد في السويت عندنا ايفونتاي دو فيليت بوف. شيف بربي من فضلك لو كان تعطينا شويه هريسه لينا احنا كل. انا زاده يزيدني معاها كعيبه قارص. ايوه كعيبه قارص للوالده. سامحني دكتور احنا كويزين فرونسيز. تحبش نجيب لك صوص تارتار؟
شنو ما هزوا السرطارة؟ كالكار ذكرتني بالكار اللي جينا فيها. تعرف ما فهمتش دي طخطخ قد جمعت. شفتوا يا صبوح راني نروح راه راني خاطريز سمباتيك. وشايف من فضلك قل له يزيد يجيب لنا شوية تنة كايا وزيتون وطرشي. أيوة وشوية طرشي للوالدة. وبربي خلي لونتخين تاع ماما بالكش تخلط علينا العشاء. حاضر سيب 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 الزعم مش نتعشى سمباتيك. يا شو هديت البلاصة بتجيب لهم ياكلوا وانا ليه؟ لا عايشك ربي بفضلك اما برضي معبي انا تري تربيع ام هاي قوم الروح يا ودي يقعد اسم الفضايح يا زينب يا زينب عندي ناس تعرفني انا هوني باجي يا باجي. بربي توا راقد قبل ما نتعشى. سامحني ما تعب خذتني عيني. هاي زيد هاني حاضر. بشبوش ما قلتلكش انا على المنيو تاع الليله شنو؟ لا هاي يا سيدي عندك في اللونتري بلا تونيزيان. يا لطيف ساعة صباح تعديت عمل الأزهر عملت صحي تونسي بعظمة بفاصيل وديت الضوحة. باهي مش مشكل في السويت حضرت لك دجاجة مصلية بالفريت بتاعك. ليش يا فوشيكا ما قلتليش؟ أنا نص نهار افطرت ربع دجاج. هيا جاب ربي قريت حسابي في صحفة لبلابي ورد بالك تقول لي اللي انت عملت عريشة العشاء صحفة لبلابي. لا 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 كليت كعبتين طمسون وكعبة بانان. مشيك تشبيك تنبز باهي باهي. هيا سيدي اش حضرت لنا ديسير مال هاي بانان وطمسون. قالوا زيني عامل حالة ما لا لا خيرت قلوب الرجالة ما لا لا. أو حق أمي مش نبدأ بك أنت توا قل لي إيش تتمنى بمناسبة العام الجديد؟ إيش نتمنى يا سيدي؟ تجيب لي تويمة كي خوك باش نسمي الحطة. نو مي سافا با؟ عليه شبيك زين؟ شبيك تنبزت؟ أبريتو أنا وياك بس الناس غير. وانت عزة اش تتمنى؟ تعرف اش تتمنى اخويا سليمانة؟ الحق الحق نتمنى تكمل تبني لنا الطاقة الفوقاني. والان ختامها مسك مع سي سبوعي. سي سبوعي تتمنى امي نقول له نتمنى تولي تخلصني كيما ددو. شنيا يا اخي شبيك ددو انت؟ لا قصدي يا اخي يخدم كي ددو هو. وانت زينوبة اش تتمنى؟ انا مش حاجه كبيره نتمنى العام الجاي ليله راس العام نعديها انا وسلومه راس راس. هذا اللي بيك خليوها راس راس هي وراش راس. والله لي يا امي فضيله والله فضيت معاك والله. شبيك جد عليك وانا نسلم فيك يا امي. بالعاني غمستها غمست عليك يا استنى يا بابا نذوقك من خبزة الجاتو تو تتفكرني. يا بيه شنو هالاخضر فوق الكريم؟ شنو يا باجي الاخضر تتصوروا باش يكون؟ ما يكون كان بيستاش. تاع الكريمة طلعت قارصة والبيستاش بتاعك طلع الخز بتاع الخبزة. اش معناتها؟ معناتها غشوني؟ ليه عملها قبل بشهر وقعد يستنى في الريفيون؟
أنا كنت كيف كنرجعها الباتيسري كنت حاب تبحث ويب هز جماعة الصح. بصراحة بصراحة بيجي أنا راهو الخبزة جاتو ما خديتهاش من الباتيسري. نعم أي أي خديتها من عند واحد نصب بيهم في ناس سيدي بومندي. مالا سيد هذاك تبقى جايبها من الشنوة في ثنية قراصت. اجي باجي شبيك تضحك هي مش قراصت قراصت شبيك تهول فيها تتاكل استنى. بايش قارصة هكا كليتها. الو عزيزتي وانت زاده سامحني. اي انت زاده سامحني. باه باه ان شاء الله العام الجاي كحيان ربي نعدي الريفيون في اوتي. حاضر حاضر تو دو سويت. باجي شبيك وماشي تحيي سمحت وانا المراه باش نمشي دار سابي نخطى العشاء. أي يا سيدي كل عام وانت حي بخير. ماهوش ملوحة يا برا روح كانت يا برا روحة لا مهر داني يا وقت ماهوش ملوحة يلا ربي يزيني يا طفل راكي قتلتني يا حبك كويني جمرتك ويوسكني يا ربي يزيني يا طفل راكي قتلتني. أمك لبيس مش هالبيس هكا طلعوا لها عشيها وجيت طبيب زرق لها وقال لي إن شاء الله غدوة تصبح خير. تعرف زينب خسارة ما خلطش عليها من الأول أنت الراقصة وكثر ما تشطح مليح ماذا بيا نرشق عليه. انت هاك ديجا رشق فيها عينيك. سيدي خويا سيدي خويا تجي نصح قدام خويا وانت تبدا ترشق عليا هاك. برا يترشق حناكك انت. سلوها هيا ريب فيقة بيك راهو من قبيله وانت تخزر لها. ايش تبني لعبني الرقصة تشطح قدامي وشكون نخزر للفرقه يا شبكشي كرهت ربي عزوزتي راك انت تشطح لي. مش خصتي يا سامحوني أما نحشم أخويا سليمان. محزوم على أخوك سليمان درجين أخرين هو يقوم يلوي. أنا نلوي أمي أي قوم نروح وين قوم شو خدت فيها السهرة. والآن ما زالوا 10 ثواني ونستقبلوا مع بعضنا عام 2009. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 وين يعيشك 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 كل عام وانت حي بخير يعيشك ميرسي يعيشك. امي عجبتك سهره راس العام في الاوتيل؟ عجبتني وليدي هو كي تجي تشوفه في الاوتيل ولا في الدار ولا قدام التلفزه الفايده كي تبدا العائله ملمومه. 2009 جنا يا ربي تكوني معنا
سهري يا الليلة مزيانة وإن شاء الله فرحاني. خويا سامحني. تفضل. متأكدين إن الحساب هذايا متاع بيتي؟ بيان سور. بالك شي دخلتوا حساب تاع بيوت أخرين في بيتي أنا؟ لا 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 مستحيل. شوف سي سليمان هذه هي فاتورتك. سليمان الأبيض شوبر 350 مش هكا؟ تيش فما بربي ترى؟ سليمان لاباسة؟ لا سافا. اسمعني برا ارتاح تو نثبت انا معاه في كل شيء برا. سليمان لاباسة؟ شو او قلت له باش يخرج التكيات الكل. سيدي لميت دبشي سامحوني على الترطار. اشبيك زيد خويا لاباس؟ قل لي اسمعي في بالك قداش يلزمني نخلص اكسترا على بيتي؟ قداش؟ 850 دينار. بلا شحته الكل منك. هاي بالحق والوقت تاخذ في بيتك اكسترا انت تخذيت بيت كيفنا. بلا عمله. قل لي كليت وشربت حاجات وقيدتهم على بيتي؟ حاجات وسكت تهريتهم بالماكله والمشروبات وين نمشي كونسومي اما بلاش راهو نصحف الورقه كاو انت وين نخلص على حبايبات ما حطش بعد بطير ولا فرحوا بيا. الفريجيدير في بيتي زدت انا مفرخ وما عاودوا يبلوها وما عاودوا يبلوها انت حتى شيء وظل الرصاص والله زيد خويا شنو قلت حرام التبذير زدت معايا شو الخيرات الله والله جو تعرف زيد خويا بس نزيدوا جمعه اخرى والله جو شوف لي حل شوف لي حل